ينطلق الآن سيداتي وسادتي متابعين الأعزاء مشاهدينا الكرام كأس الزبارة للخيل العربية الأصيلة الإنتاج المحلي 1900 متر تسع من الجهات تتنافس على جائزة وقدرها 100,000 ريال. خباب لهيب الشحانية مجد العريق الأزور الميزان مخباط ضاوي واليرموك ومغيدة. الانطلاق الآن والصدارة مع الجواد اللي هو لهيب الشحانية للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. المركز الثاني لدينا ضاوي لسادة ابناء جاسم محمد الغزالي في ثاني المراكز. المركز الثالث لدينا الجواد مجد العريق لحسن بن علي المطوي. المركز الرابع للجود رقم 6 مخباط للسادة مربط الطارق. المركز الخامس الميزان للشيخ عبد الله بن مشعب بن حمد الثاني. سادس المراكز من الجهة الخارجية لدينا الجواد اليرموك لخالد ناصر النعيمي. خلف اليرموك لدينا الجواد اللي هو خباب الآن في المركز السادس. والمركز السابع الجواد اللي هو الأزور حمد بن أحمد الجهني. خلفه لدينا أخيرا وليس آخرا الجواد الأزور. إذن الصدارة ونعود للمركز الأول ونعود للمقدمة. الصدارة الآن مع لهيب الشحانية بن الفحل نظام الأمة بالدرجة روكو على المركز الأول وعلى الصدارة. ضاوي الآن يتقدم شيئا فشيئا لأبناء جاسم محمد الغزالي في المركز الثاني الآن ويحاول خطف الصدارة. المحاولة الخارجية من مخباط الآن مع ألبرتو سانا في محاولة قوية. التحركات للميزان من وسط الجاد. مجد العريق في وضع رائع. خباب الآن لكن لا تزال عيني على الجاد. مجد العريق لا يزال في وضع اليد يبحث عن فجوة. الخط المستقيم الآن باتجاه خط النهاية. لهيب الشحانية قادم. مجد العريق لا يزال في وضع اليد في وضع قوي فعلا. المحاولات القوية من قبل الجواد الآن ضاوي على المركز الأول وعلى الصدارة. لكن التحركات مجد العريق موجود. المطوي موجود. بو علي موجود. مجد العريق الآن يبدأ بالتقدم ويبدأ بالاندفاع. المحاولات مع ضاوي لكن مجد العريق على الصدارة وعلى المركز الأول. مجد العريق يجدد. مجد العريق لحسن بن علي المطوي في محاولة قوية. ضاوي يحاول لكن مجد العريق إلى كأس الزبارة. متابعين الأعزاء متابعين الأعزاء مشاهدين الكرام انتج النهائية. المركز الأول مجد العريق لسيد حسن بن علي المطوي. المركز الثاني ضاوي لأستاذ أبناء جاسم محمد الغزالي. المركز الثالث مخباط لأستاذ أمقرن. المركز الرابع لهيب الشحانية للشيخ خليفة بن محمد بن خليفة الثاني. والمركز الخامس الميزان للشيخ عبد الله بن مشعل بن حمد الثاني. ألف مبروك. إذن جيرالد فرانش تهانينا وألف مبروك لجيرالد فرانش الخيال الفائز في هذا الشوط. المدرب وهو المالك عميد الملاك حسن بن علي المطوي. ألف مبروك لحسن بن علي المطوي كأس المدرب. المالك أيضا السيد حسن بن علي المطوي تهانينا وألف مبروك. استلمون أبنائه الكاس تهانينا وألف مبروك. صورة تذكارية تجمع الأخوان والأبناء والخيالة مع السيد سام جاسم منين والسيد طارق الصديق. إذن كأس الزبارة لمجد العريق والسيد حسن بن علي المطوي تهانينا وألف مبروك. ومن هلا على إن شاء الله. إذا متابعين الأعزاء مشاهدينا الكرام